الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناة نور ودودي. قبل اي حاجة نسيت يا بنات، لو اول مرة في قناتي ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. النهاردة انا هعمل ريفيو عن ماسك ماركة اولا بس مش ماسك. هو مش ماسك. مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناة نور ودودي. النهاردة انا هعمل ريفيو عن ماسك بوبانا، بس قبل ما ابتدي معاكم الريفيو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد في القناة عندي. انا دلوقتي بجرب اغلب منتجات بوبانا، وحبيت اعمل ريفيو عن تاني منتج. انا كنت عملت معاكم ريفيو عن السكراب بتاعها وبجد كان حلو قوي. النهاردة بقى هعمل ريفيو عن القناع ده. ده قناع فحم من بوبانا، شفت بنات كتير بيشكروا فيه قوي، حبيت انا كمان اجربه وانقل لكم التجربة بتاعتي. تابعوا معايا الفيديو عشان تشوفوا المزايا اللي فيه وايه العيوب كمان. اول حاجة هشوفها معاكم او هقول لكم عليها، يعني هو سعره 40 جنيه، وكمان في اوقات الصيدليات دلوقتي بيعملوا عروض على ماركه بوبان عشان في طلب عليها وكده، فانتم ممكن برضو تشوفوا العروض دي وتشوفوا ايه الحاجه المناسبه ليكم. بس هو يعني سعره برضو كويس مش وحش. تاني حاجه بقى، هو مكتوب عليه ان هو بيعمل نقاء للبشره وكمان بينظفها، لان هو قناع، فطبعا اي حاجه قناع او بتتشال كده هي معروف ان هي بتنظف البشرة او بتشيل الرؤوس السوداء اللي فيها والحاجات الحلوة اللي انتوا عارفينها اللي بتبقى موجودة دي. كمان لو في مثلا من الميك اب حاجات بتبقى موجودة ما بتتشالش قوي من الغسول اللي هو اللي احنا بنستعمله العادي، برضو المفروض ان هو بيشيله وبينقي البشرة بتاعتك تماما. كمان مكتوب عليه ان هو بيشيل الاتربة، الميكروبات والحاجات، الخلايا الميتة، الجلد الميت والحاجات دي كلها. للبشرة الدهنية بيشيل الافرازات اللي هي الزيادة بتاعت البشرة الدهنية، وهو كمان مناسب للبشرة الجافة لانه مكتوب ان هو الترطيب بتاعه عالي، فهيبقى مناسب للبشرة الجافة. انا بشرتي جافة فهستعمله دلوقتي معاكو ونشوف بقى النتيجة بتاعته ايه. خلينا بقى نجربه كده مع بعض ونشوف. انا هفتحه، مش نافع يتفتح، اتفتح خلاص. يعني عايزه اقول لكم ان انا دايما بستسهل وبحب الماسكات اللي هي بتتعمل على البشره، او الماسكات كمان الطبيعيه بحبها قوي، وان هي تتغسل وكده. القناع بصراحه ما بستخدموش كتير، بس هو بيبقى حلو فعلا، خصوصا لو في رؤوس سودا والحاجات دي بيظبط البشرة منها خالص. فخلينا بقى نجربه كده مع بعض. بصوا هي حجمها حلو بالنسبة لسعرها، بصراحة حجمها حلو جدا، مش صغيرة خالص. فيعني لو طلع فعلا حلو زي ما انا متوقعة والكلام الكتير اللي انا سمعته، هتقدري ان هو تجيبيه ويقعد معاكي فترة وتستخدميه، يعني مفيش مشكلة، مش من الحاجات اللي هي الصغيرة او تخلص معاكي بسرعة. مش بعرف افتح الحاجة. فتحته، ريحته حلوة قوي على فكرة. ريحته حلوة بجد. ده بالفحم، وكان فيه كمان اللي هو بالذهب، بس هو معروف ان الفحم والحاجات دي بيبقى حلو قوي في التفتيح كمان. انا هحطه بايدي، انا بحب اي حاجة استخدم ايديا فيها اكتر. ريحته قوية قوي يا جماعة. بس بجد هي ريحته حلوة بس قوية قوي. يعني مفروض ان هو زي ما مكتوب يعني عليه ان هو هيتحط ويتساب فترة لغاية ما يبتدي ينشف خالص، وبعد كده هنشيله زي اي قناع. يعني اول ما بينشف بتبتدي شدي كده. مش عارف، يعني انا مش متخيلة المنظر اللي انا شايفاه، بس انا متهيألي لايق عليا. يعني وانا عاملة كده ليه؟ شبه ايه دلوقتي؟
الشكل اللي انا عملته ده شبه ايه؟ حاجة في الكرتون؟ عايزة اقول لكم ان انا واضح ان انا حطيت اكبر كمية بالعالم يعني، بس عشان ابقى ايه يعني، عايزة ابقى جربته معاكم بضمير يعني، انا مش هبخل، انا هحط كتير عشان ايه يجيب النتيجة اللي هي، واقول لكم احط هنا بقى في الحتة دي صح. الدقن مهمة، بس يا جماعة دقنكم مهمة يعني. خلاص دي اخر حاجة اهو، مش هحط تاني زي كده. كده حلو. انت حاجب وحاجب، بصي. ايه ده؟ والله بقي يعني حاجبي ده صح؟ شكلك يخوف والله. أوه. مناخيري بقى، محدش قال احط من هنا كمان يعني. والله انا يا جماعة انا نفسي اصرخ بصراحة، المنظر ده مش عارفة يبسط ولا ايه. هنسيبه بقى لغاية، عايزة اقول لكم احساسي وانا حطاه، هو بيعمل زي كأن في نعناع كده قوي للبشرة، ف يعني منعش قوي للبشرة فعلا. هم كاتبين عليه ان هو ترطيب عالي جدا، يا رب تتقبلوا الكلام مني وانا بمنظري ده، كاتبين عليه ان الترطيب عالي جدا مع البشرة الجافة، فهو بصراحة فعلا وانا بدهنه حاسة ان هو في ترطيب عالي قوي، كأنك بتحطي كده حاجة ماسك فيه نعناع كده او حاجة. و انا هسيبه بقى على وشي كده لغاية مثلا 10 دقايق، ربع ساعة، لغاية ما احس ان هو خلاص بدأ هيترفع معايا زي اي قناع بتعملوه، وبعد كده ارجع لكم تاني وربنا يستر. عايزه اقول لكم ان انا خايفه بجد من منظري جدا، وبدات ان انا مش عارفه احرك وشي خالص، بدا ينشف قوي. وواضح ان انا عشان يعني اول مره اجربه كده، فحبيت ان انا احط كتير قوي، فحاسه ان هو بيمشى زياده، بيجبس. مش عارفه اضحك، حتى والشفه اللي فوق زي ما شايفين دخل عليها الماسك فطيرها خالص. عايزه اقول لكم هو احساسه حلو ومنعش، بس غير كده مش هتعرفي تتحركي بعد كده منه زي ما انتم شايفين. بصوا يا بنات، اي ماسك حتى لو حلو او قناع بتعمليه، خصوصا القناع، لانه بيشيل فعلا طبقة من الجلد الميت والحاجات دي وكده وهو بيطلع، فما تستخدموش كتير، كفاية مرة واحدة في الاسبوع، بلاش ترهقي بشرتك ان انت، انا مش عارفة اتكلم، ان انت كل شوية تعملي الحاجات دي. هستنى شوية عليه لغاية ما ينشف اكتر من كده ووشي يقف اكتر من كده، واجي اشيله بقى معاكم. الوقت خلاص نشف خالص زي ما انتم شايفين، طلع في ايد اهو، ما نشفش. بقيت الاماكن نشفت فيه. الوقت بقى هو نشف فعلا يعني. عايزه اقول لكم ان انا كنت استعجلت عليه شويه، وقعد حوالي ربع ساعه، بس انا حسيت ان وشي بدأ يعمل قوي، يشد يعني، فعشان كده استعجلت عليه. بصوا. لا الفيديو ده مش قادر، لا الاحساس بتاع صعب. هو ما بيوجعش يا جماعة، هو بتشد عادي جدا، عادي جدا. شعري شد شعري. عايزة اقولكم ان انا بقيت بشنب الحمد لله، يعني جميل جدا. هو بتشال على البشرة، شيل الشنب ده عشان كده الوضع مش لطيف. انتي مبسوطة فيه؟ انت قاعدة بتضحكي على ايه؟ محدش بيحط على شعره. عايزة اقولك يا بنات ما تحطوش على شعركم زي انتوا بتعملوه لو سمحتوا. يا ساتر يا رب. والله بصي يعني بيفكرني بحاجة معينة كده. شوفي كده، شال الحاجات اللي قالوا عليها. حاجات ايه؟ حاجات لسه موجودة. بصوا بقى، يعني عايزة اقول لكم
والله كان احساسه حلو وكانت تجربته حلوة. شوف بقى النتيجة بتاعته. المفروض هتغسلي وشك بمية دافية دلوقتي، ده اللي مكتوب يعني عليه. شيل بقى بقية الحاجات دي وارجع لكم بدل منظري البشع ده. انا غسلت وشي بمية دافية. عايزة اقول لكم بجد ان ان هو هو بينور فعلا الوش، ترطيبه عالي جدا. انا بشرتي جافة، مش اي حاجة بتبقى حلوة معاها، بجد حلو قوي. هو لجميع انواع البشرة يعني، هيبقى حلو مع البشرة الدهنية وحلو جدا مع البشرة الجافة اللي زي بشرتي. عايزة اقول لكم زي ما انتم شايفين، بصوا ما فيش اي رؤوس سودة خالص، وهنا برضو المنطقة دي نظيفة جدا اهو. دي حسنات عندي مش حاجات منه. عايزه اقول لكم هنا برضو، عايزه اقول لكم بجد حلو قوي، بينور البشره، ترطيبه عالي جدا. عجبني، عجبني قوي. اول مره اجربه، جربته معاكم، وما كنتش متخيله ان هو هيبقى حلو قوي كده. بالنسبه ان هو سعره يعني مش غالي، سعره حلو، بس بجد تحفه. انا هستخدمه على طول، على الاقل مره في الاسبوع. انتوا كمان استخدموه اكيد هيعجبكم. ماسك الفحم من بوبانا او القناع، زي ما بيقولوا قناع الفحم من بوبانا، لانه بيتشال كده وبينظف البشره زي ما انتم شايفين. بيرطبها، ترطيبه عالي جدا، منعش قوي، وهو على البشره بجد حلو قوي. اهتموا ببشرتكم، بس ما تستخدموش الحاجات دي زي ما قلت لكم كتير، من مره لمرتين في الاسبوع مش اكتر، عشان البشره بتاعتك ما تتبهدلش. حتى لو بشرتك دهنيه ويعني فيها دهون كتير على طول ومضايقاكي وكده، استخدمي الغسول اليومي بتاعك طبيعي، واعملي الحاجات دي برضو مرتين او مره في الاسبوع. ما تخلوش البشره بتاعتكم تفقد كل الدهون، عشان خاطر ان هي دهنيه، فتفضلي ان انت تحاولي معاها لغايه ما تبتدي تتحول لبشره جافه، او تلاقي مناطق فيها بدات تبقى جافه وتضايقك وكده. تابعونا عشان يوصلكم كل جديد، واعملوا لايك وشير وسبسكرايب. بجد كانت تجربه حلوه قوي زي ما بقول لكم. بصوا تاثيره على وشي حلو بجد، بيدي نضاره حلوه قوي زي ما هم فعلا كاتبين عليه بجد. والبنات اللي جربوه شكرا ليكم، لانكم خليتوني اجربه فعلا، وكانت تجربه حلوه قوي. ومعظم حاجات بوبانا هجربها معاكم، وان شاء الله تعجبكم كلها.